حاكم الشارقة يترأس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية معرباً عن ارتياحه لما تشهده الجامعة من تطور ويفتتح معرض الأندية الطلابية في الجامعة. محمد بن راشد يفتتح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي أيدكس 2013 ومعرض الدفاع البحرين أفتكس بمشاركة 80 شركة من 15 دولة. معرض الدفاع الدولي أيدكس 2013 من أشهر المعارض العالمية المتخصصة في عرض الأسلحة الدفاعية والأجهزة التكنولوجية المصاحبة له. من مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام أقدم لكم مشاهدينا ومستمعينا، أنا محمد المناعي، أخبار الدار بدأناها بالعناوين فإلى تفاصيلها. بداية نشرتنا بأخبار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة، الذي ترأس صباح اليوم اجتماعا لمجلس أمناء الجامعة في قاعة الاجتماعات بمبنى الجامعة. في بداية الاجتماع رحب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية بالحضور، وشكر أعضاء مجلس الأمناء على جهودهم المخلصة والهادفة إلى تطوير الجامعة، معربا سموه عن ارتياحه لما تشهده الجامعة من تطور وازدهار بما يتوافق مع رسالتها ومبادراتها الاستراتيجية، وتماشيا مع قيام الجامعة بطرح بكالوريوس الهندسة الصناعية تلبية لاحتياجات قطاع الصناعة. صرح الدكتور بيتر هيث مدير الجامعة أن المجلس أقر إنشاء قسما للهندسة الصناعية ليضم برنامجي البكالوريوس في الهندسة الصناعية والماجستير في إدارة النظم الهندسية، كما اعتمد مجلس الأمناء قرارا يعرب عن الامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على تكلفه بتمويل العديد من المباني الإضافية في الجامعة والتي سيبدأ العمل بها هذا الصيف، بما فيها سكن للطالبات وجناح رياضي ومواقف للسيارات ومداخل للكراسي المتحركة إلى الجامعة. واعتمد المجلس كذلك قرارا بشكر عبد الحميد أحمد صديقي نائب رئيس أحمد صديقي وأولاده لإنشاء كرسي أحمد صديقي للدراسات الخليجية والشرق أوسطية من خلال هدية كريمة بقيمة 15 مليون درهم، وسيقوم هذا الكرسي بترسيخ برامج تعليمية وبحثية أوسع لتدريب الأجيال القادمة من الباحثين في هذا الجزء الاستراتيجي من العالم بعيون خليجية. كذلك أصدر المجلس عددا من القرارات الأخرى، منها تغيير اسم قسم التصميم ليصبح قسم الفن والتصميم، ووافق أيضا على تمويل مشاريع صغيرة، واعتمد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في مايو 2012 سنة. لأخبار الدار محمد سليمان. وفي أعقاب اجتماع مجلس أمناء الجامعة الأمريكية افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة معرض الأندية الطلابية والذي ينظمه مكتب شؤون الطلبة في المركز الطلابي. وصحب سموه خلال جولته التفقدية للمعرض أعضاء مجلس الأمناء ومسؤولي الجامعة. إلى التفاصيل. يعتبر معرض الأندية الطلابية واحدا من أكبر الأحداث التي ينظمها الطلبة في الحرم الجامعي للجامعة الأمريكية في الشارقة، والذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتجول سموه في أجنحته التي تضم 54 ناديا، منها 28 ناد لجنسيات مختلفة و26 ناديا لهوايات متعددة أخرى. تمثل هذه الأندية مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية في الجامعة. وأثناء تجوال سموه في أروقة المعرض أبدى اهتمامه الكبير بما أنجزه الطلبة من نشاطات تنوعت بين الثقافية والاجتماعية والرياضية، كما تبادل سموه معهم الأحاديث الأبوية الودية.
الدكتورة موزة الشحي نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة رحبت بزيارة صاحب السمو حاكم الشارقة للمعرض، مؤكدة بأنه سيكون لها الأثر البالغ في نفوس الطلبة المشاركين فيه، حيث أن المعرض يهدف إلى إطلاع الطلبة على النشاطات اللاصفية المتوفرة في الجامعة كتجارب تعليمية خارج الفصول الدراسية، وهو منصة الأندية الثقافية لزيادة أعضائها وللتخطيط لمهرجان اليوم العالمي، وهو المهرجان الثقافي الأكبر في الجامعة. كما يعرف هذا المعرض الطلبة على الأندية المنوعة المتواجدة في الحرم الجامعي بتوجهاتها الثقافية وتلك التي تهتم بصقل الهوايات والاهتمامات وتمنحهم الفرصة للانضمام إليها. لأخبار الدار، نازك الشمري. وإلى العاصمة أبوظبي، حيث شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى جانبه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم وقائع الحفل الرسمي لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي أيدكس 2013 ومعرض الدفاع البحري نافدكس، حيث قدمت فرق عسكرية عروضها أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والحضور. وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالمشاركة المكثفة للشركات والمؤسسات والجهات الوطنية الإماراتية المعنية بالتكنولوجيا الصناعية وغيرها. حضر الافتتاح سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة بجانب أعضاء السلك الدبلوماسي. وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بجولة تفقدية داخل قاعات المعرض، ودشن سموه في جناح شركة توازن الوطنية 3 آليات نمر التي تتمتع بمعايير ومواصفات خاصة. معرض الدفاع الدولي أيدكس 2013 استقطب أكثر من 1000 شركة من 59 دولة عرضت أحدث ما توصلت إليه التقنيات الدفاعية في كافة المجالات. الزميل مراد أبو الشباب والتفاصيل. بدورة جديدة تعتبر الأكبر في تاريخ المعرض الذي انطلق قبل 20 عاما، جاء معرض ومؤتمر الدفاع الدولي أيدكس في العاصمة أبوظبي ليكتسب هذا العام مكانا مميزا كونه أحد أهم معارض الأنظمة الدفاعية على مستوى العالم ووجهة لأرفع المؤتمرات العالمية. كثير من الصناعات المتوسطة والصغيرة قامت إماراتية، واللي ساهم في هذا الموضوع أعتقد أيدكس. مواطنين، إذا أنت اليوم خذت جولة بتشوف عدد الصناعات المتوسطة والصغيرة اللي أصحابها إماراتيين. 1112 شركة من 59 دولة كانت حاضرة في أروقة معرض أيدكس، اجتمعوا ليكشفوا عن أحدث التقنيات والأسلحة والمركبات العسكرية في العالم لتتنوع العروض العسكرية. كما وحظي المعرض بدعوة أكثر من 70 وزير دفاع من مختلف أرجاء العالم وعشرات الشخصيات العسكرية الذين أشادوا بالمستوى الرفيع الذي وصله أيدكس. بنشوف مدى مواصل إليه الشركات الإماراتية، وبنبص بنطلع نشوف أحدث أسلحة في العالم. يا أخبار ناس طبعا حاجة كويسة جدا لمصر يعني. حقيقة أنا مبهور، حيث إنها زيارتي الثانية لأبوظبي للمشاركة في هذا الحدث، وقد علمت أن هذه الدورة شهدت زيادة في عدد الجهات المشاركة. منصة عالمية جاء بها أيدكس شاركت فيها كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مختلف مجالات الدفاع، التي وفرت للعارضين والمشاركين بيئة أعمال مثالية للعرض والاطلاع على أحدث الصناعات العالمية. كما كان للإمارات في المعرض نصيب الأسد، إذ تصدرت الدولة هذا العام بأكبر جناح وطني ضم نحو 140 شركة وطنية عرضت منتجاتها التي صنعت في الإمارات.
لتسهم فعاليات آيدكس الممتدة حتى 21 من الشهر الجاري في ترسيخ مكانة الإمارات في صناعة وتنظيم المعارض العالمية. بدأ في العام 93 وتطور حتى أصبح اليوم واحدا من أهم المعارض الدولية في عالم التكنولوجيا الدفاعية. لأخبار الدار مراد الشباب من العاصمة أبوظبي. وعلى هامش آيدكس استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في قاعة المؤتمرات الكبرى في مركز أبوظبي الوطني للمعارض رؤساء وفود أكثر من 57 دولة مشاركة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2013 والوفود الزائرة من ضيوف الإمارات. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالضيوف على أرض الإمارات متمنيا لهم طيب الإقامة وتحقيق النتائج المرجوة لدولهم في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع دولة الإمارات ودول المنطقة. كذلك وعلى هامش معرض الدفاع الدولي آيدكس 2013 التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صباح اليوم فيك توز وزير الأمن العام الكندي، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية واللواء ناصر الخريباني النعيمي الأمين العام مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واللواء الركن خليفة حارب الخيالي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة وعدد من كبار ضباط الشرطة. شركة طيران الإمارات نفت ما نشرته صحيفة الديلي ميل حول فتح باب طائرة تابعة للشركة أثناء تحليقها في الجو، وأوضحت طيران الإمارات في بيان لها أن الصحيفة نشرت مغالطات حول الواقعة، مضيفة أن باب الطائرة لم يفتح وهي في الأجواء، ولم تفقد الطائرة ضغط الكابينة في أي وقت أثناء الرحلة. وأضاف البيان أن الفحوصات التي أجريت أثبتت أن الصوت الذي صدر عن الباب كان ناجما عن فارق بسيط بين الإطار المطاطي للباب الذي ينتفخ عند الإغلاق والإطار السفلي عندما تم إغلاقه، ويجري حاليا بحث هذا الأمر بالتعاون مع شركة إيرباص المصنعة، فيما قام طيران الإمارات بمعالجة هذا الخلل. أخبار الدار ما زالت حافلة بالكثير والمهم وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. الشارقة تستضيف في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية معرض رحلة للفنانة الألمانية الهولندية الشهيرة ألفيرا فيرشيه. عدنا من جديد فأهلا بكم لنكمل ما بدأناه من أخبار الدار. الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام رئيس مركز الشارقة الإعلامي ترأس الاجتماع الذي تم عقده مع وفد وكالة أسوشيتد بريس العالمية الذي يزور البلاد حاليا بحضور أسامة سمرة مدير مركز الشارقة الإعلامي، حيث ناقش الاجتماع آفاق التعاون بين المؤسسة والوكالة، كما ناقش آليات تفعيل الحراك الإعلامي بين الجانبين. هذا وقد رافق سعادة الدكتور خالد عمر المدفع مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام وفد أسوشيتد بريس في جولة تفقدية في مختلف أقسام إذاعة وتلفزيون الشارقة، حيث تعرف الوفد على آلية العمل في إذاعة الشارقة وتلفزيون الشارقة، كما التقى الإعلاميين والفنيين العاملين في مختلف الأقسام والتخصصات وكذلك الهيئات الإدارية للجهازين. وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بما رأوه من تطور كبير وإمكانات هائلة بمؤسسة الشارقة للإعلام، مؤكدين أن هذه الزيارات ترفد الجانبين بخبرات ممتازة وتسهم في تطوير العمل الإعلامي. وإلى الفن، حيث تستضيف إمارة الشارقة في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية على مدى شهرين معرض رحلة الأول من نوعه في الشرق الأوسط للفنانة العالمية الشهيرة ألفيرا فيرشيه.
المعرض افتتحه الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي مدير مكتب سمو الحاكم، وتعرف من الفنانة ألفيرا فيرشي خلال جولة تفقدية على المعروض وطريقة تنفيذ العمل الفني التركيبي وألوان الرمال المستخدمة والأماكن التي تم جمع الرمال منها لاستخدامها في اللوحة المعروضة. وثمن الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي في جولته دور إدارة متاحف الشارقة على جهودهم البناءة لنشر الثقافة والفن بالمظهر المنسجم مع مكانة إمارة الشارقة، مشيدا بأدوارهم السبقية في استضافة معارض عالمية، لا سيما أن هذا المعرض يتم استضافته لأول مرة في الشرق الأوسط. وعودة للعاصمة أبوظبي، حيث أطلق المركز الوطني للإحصاء بأبوظبي وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا ألاسكو وشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، أطلق الملتقى الإحصائي الإقليمي الأول تحت عنوان إعداد إحصاءات الطاقة. تتعدد أنواع الطاقة المستخدمة في حياتنا، فبات من الصعب تخيل الحياة من دونها، كالطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية وغيرها الكثير من الطاقات. لقد أولت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بمصادر الطاقة المختلفة والعمل على تطويرها وتعزيز البحث بها منذ زمن. ونظرا للأهمية، المركز الوطني للإحصاء وفي ظل متابعته للقضايا الدولية التي ترتبط بالعمل الإحصائي، نظم الملتقى الأول الذي حمل شعار إعداد إحصاءات الطاقة. حينما نتحدث عن إحصاءات الطاقة، كما هو معلوم أنها تعتبر نوع من الإحصاءات المهمة والاستراتيجية التي تسعى الدول لأن تبني قواعد البيانات الخاصة فيها، بحيث تكون رسم السياسات لصانع القرار فيما يتعلق بعملية استخدام الطاقة واستهلاك الطاقة وعملية الاستثمار في مجال الطاقة قائمة على كم من البيانات الدقيقة وعلى عملية تحليلية ممنهجة في هذا المجال. 8 خبراء على مدى 5 أيام يقدمون 25 ورشة عمل تعرف المشاركين فيها بإحصاءات الطاقة من عدة جوانب كالمفاهيم والمنهجيات وطرق الاحتساب، بالإضافة إلى التعريج على أحدث التقنيات التي تم تطويرها في مجال إحصاءات الطاقة. بتكون هذا قطاع صعب، فلازم يكون في بناء قدرات للإحصائيين بالنسبة لتقنيات الطاقة، ولازم يكون في بناء قدرات للمهندسين بالطاقة كيف يشتغلوا بالإحصاءات. طورنا المواد التدريبية مع وكالة الطاقة الدولية وشعبة الإحصاء لبناء القدرات الإحصائية للممثلي من وزارة الطاقة والكهرباء ومكاتب الإحصاء لبناء قدراتهم في هذا المجال. الملتقى يشكل فرصة عظيمة لتبادل الآراء والخبرات والتجارب التي ستبنى عليها قرارات وسياسات تخدم احتياجات واهتمامات دولة الإمارات. الحاجة إلى الطاقة تزداد يوما بعد آخر، لذلك فجمع إحصاءاتها وتصنيف بياناتها سيساعد على تنظيم هذه الطاقة، وبالتالي معرفة الوسائل والطرق للتعامل معها. سماح الشيخ لأخبار الدار من المركز الوطني للإحصاء بأبوظبي. وفي الجانب البيئي، نظمت وزارة البيئة والمياه الاجتماع الإقليمي للخبراء حول تأثير ازدهار الهائمات النباتية الضارة على محطات تحلية المياه أو على محطات تحلية مياه البحر وتربية الأحياء المائية. الزميل محمد مال الله الهنيامي والتفاصيل. البحر على مدى التاريخ كان ولا يزال مصدرا أساسيا للرزق لأبناء الخليج، ولكن عندما يحل ما يسمى الحسرة أو ما يدبسة كمصطلحات محلية، يخلع البحر ثوبه الأزرق الصافي ليحل بدلا منه ثوب معتم خانق للأحياء البحرية. وهنا يبدأ التساؤل، هل من خطر يهدد الأحياء البحرية؟ وتجاوبا مع هذا السؤال، نظمت وزارة البيئة والمياه اجتماعا إقليميا حول تأثير ازدهار الهائمات النباتية الضارة المعروفة بالمد الأحمر على محطات تحلية مياه البحر وتربية الأحياء المائية. ظاهرة المد الأحمر هي ظاهرة طبيعية
نحن لا نقول هناك يعني خطورة، لكن يجب أن نكون نحن الوقاية خير من ألف علاج، فبالتالي يجب أن نكون عندنا خطط وبرامج. مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت خطة وطنية لإدارة ومراقبة ظاهرة المد الأحمر. هذا الاجتماع يعتبر جزءا لا يتجزأ من الخطة الموضوعة على المستوى الإقليمي لرصد المد الأحمر قبل أن يكون له تأثيرات سلبية كبيرة، ويعد من أهم الاجتماعات في هذا الصدد، حيث يشارك فيه العديد من الخبراء على مستوى الإقليم والعالم. وهذا الاجتماع راح يهدف إلى خروج ببعض المقترحات والتوصيات التي تتعلق بأهم التحديات تواجه البيئة البحرية، وخاصة اللي هي المد الأحمر، حيث لها تأثيرات سلبية على المحطات التحلية بالإضافة إلى الاستزراع السمكي. الاجتماع ركز على إنجازات دول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في رصد ومراقبة والتخفيف من ازدهار ظاهرة المد الأحمر والهائمات النباتية الضارة، وتطوير القدرات للرصد والتنبؤ المبكر بحدوث هذه الظاهرة، وطرق النمذجة الحسابية وبرامج الطوارئ للتخفيف من الآثار المترتبة للظاهرة على تربية الأحياء المائية ومحطات تحلية مياه البحر والأحياء البحرية وصحة الإنسان. هذا الاجتماع يعد حدثا مهما لعلاج المشكلات التي تواجه البيئة، وذلك بطرح الحلول والمقترحات في هذا الجانب المهم عن طريق مشاركة مختلف الخبرات من مختلف دول العالم. لأخبار الدار، محمد مال الله الهنيامي. وفي الشارقة وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم مركز إكسبو الشارقة بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ودائرة تنمية الموارد البشرية في الشارقة المعرض الوطني 15 للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي بمركز إكسبو الشارقة في 20 فبراير الجاري، والذي يستمر لمدة 3 أيام. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح يوم أمس بمركز إكسبو الشارقة للإعلان عن المعرض، أشار سعادة طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية إلى أن المعرض كان وما يزال أفضل منصة للتوطين، وكشف عن جهود الدائرة في توظيف المواطنين والمواطنات، مشيرا إلى أن الدائرة قامت بتوظيف أكثر من 16,000 مواطن من إمارة الشارقة منذ العام 2002. من جانبه قال سعادة سيف المدفع مدير مركز إكسبو الشارقة إن دورة هذا العام ستكون مميزة نظرا للمشاركة الواسعة في المعرض والتي تعكس الاهتمام المتزايد بقضية التوطين. بدوره أكد سعادة جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية إن القطاع المصرفي يعتبر من أفضل القطاعات في مجال التوطين، مشيرا إلى أن المعرض الوطني 15 للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي حظي هذا العام بمشاركة أكبر من المؤسسات المصرفية والمالية والأكاديمية. أي سنة 2011 نسبة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وحرمه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تنطلق فعاليات ملتقى الجامعات والكليات الثالث والمقام هذا العام تحت شعار اختر تخصصك فكر بمستقبلك في 19 فبراير الجاري. أعلن عن ذلك سعيد بطي حديد مدير مراكز الناشئة في مؤتمر صحفي عقد بقاعة الدانة في فندق هوليدي انترناشونال الشارقة، مشيرا إلى أن مثل هذه الملتقيات تعد فرصة مناسبة للطلاب لتوضيح كافة المعلومات من أجل أن يتخذ الطالب قرارا سليما في اختيار التخصصات التي تطرحها الجامعات والكليات وتعريفهم على متطلبات الانتساب وفرص القبول فيها. وتوجه مدير مراكز الناشئة بالشكر لمركز إكسبو الشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة والرعاة الرئيسيين للملتقى، بالإضافة إلى الرعاة الفرعيين وهم جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية وجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وجامعة جميرة.
عضو المجلس الأعلى. بحضور سعادة طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، نظمت اللجنة الاجتماعية في نادي موظفي حكومة الشارقة المعسكر الأول لنادي الموظفين، وذلك بمشاركة هيئة الإنماء التجاري والسياحي ونادي الثقة للمعاقين. شارك في المعسكر أكثر من 100 موظف من مختلف الدوائر الحكومية بالشارقة بهدف تحقيق روح الانسجام والتكاتف والتعاون بين الموظفين، لينعكس ذلك إيجابيا على أدائهم المهني. وخلال المعسكر تم تقديم فقرات ترفيهية وأسئلة ومسابقات، كما تم توزيع جوائز على الفائزين، وكذلك تم أخذ صورة جماعية للحضور والفائزين والمعاقين مع سعادة طارق سلطان بن خادم وجميع أعضاء اللجنة المنظمة. نهاية النشرة، وهذا تذكير أخير بأبرز ما جاء فيها. حاكم الشارقة يترأس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية معربا عن ارتياحه لما تشهده الجامعة من تطور، ويفتتح معرض الأندية الطلابية في الجامعة. محمد بن راشد يفتتح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي أيدكس 2013 ومعرض الدفاع البحري نافديكس بمشاركة 80 شركة من 15 دولة. معرض الدفاع الدولي أيدكس 2013 من أشهر المعارض العالمية المتخصصة في عرض الأسلحة الدفاعية والأجهزة التكنولوجية المصاحبة له.